يا صباح الحلاوه بالقشطه، اخباركم ايه؟ وحشني يا صباح الجمال. شايفين المكان؟ انا عايز افرجكم الاول على المكان اللي انا فيه دوت. لا شايفين المكان ده عامل ازاي؟ مكان تحفه، حلو جدا. شايفين البحيره يعني انتوا لو مكاني هتشوفوا المكان احلى كمان من الصوره والفيديو. هنا مكان تحفه، فلقيت مكان كويس. على فكره دي تاني مره اصور من المكان دوت. صورت امبارح بس كانت الشمس جايه من الناحيه العكسيه، فكانت وشي مظلم جدا والتصوير ما كانش عجبني خالص. فدي تاني مره اصور، النهارده ما فيش شمس خالص، فالجو حلو. النهارده عايز اتكلم على الموضوع الدبلوماسيه بصفه عامه، او السفارات. وظيفه السفارات ايه؟ اول حاجه علشان يوطدوا العلاقات ما بين الدوله دي والدوله دي، من العلاقات التجاريه، علاقات استثمار، علاقه يعني سياسيه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه انهم يخدموا مصالح اولاد بلدهم في الدوله دي، يعني بمعنى ان السفاره الامريكيه في مصر بتخدم الامريكان اللي موجودين في مصر، وبتساعد الامريكان اللي موجودين في مصر، وبتساعد الناس اللي موجودين في مصر انها تروح امريكا عن طريق السفاره الامريكيه. تمام؟ كذلك السفارات الثانيه نفس الوضع. تمام؟ فتبص تلاقي هنا في امريكا السفاره مثلا السعوديه، تبص تلاقي بتخدم جدا ولاد بلدها، وبتعمل بتوضد العلاقات ما بين السعوديه وما بين امريكا، وكمان بت 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 بتساعد الولاد بلدها السعوديين اللي موجودين هنا في امريكا. ودي عن حقيقه، انا شفت الكلام ده كله. كل السفارات العربيه بتساعد ولاد بلدها كويس جدا، الا السفاره المصريه. اوسخ سفاره خلقها ربنا. ونيجي نبص هي عملت ايه حتى في القضيه الاخيره بتاعت رامي فهيم اللي هو ابن الوزيره. السفاره المصريه السفاره الوحيده اللي ما بتساعدش المصريين بره مصر. لا ده بالعكس، ده السفارة المصرية بتتجسس على المصريين اللي بره مصر، ومش كمان مش أي مصريين، ده المصريين اللي هم معارضين للنظام. يعني لو واحد ماشي جنب الحيط محدش يعرف عنه حاجة، غالبا السفارة مش هتعرف عنه حاجة. تمام؟ ولو سألت أي واحد مصري، أنت يا عم رحت السفارة المصرية؟ طب يقول لي لا أنا أروح أعمل فيها إيه؟ طب ما بيروحوش السفارة المصرية، بيروحوا بس علشان يصدقوا ورق. دي وظيفة السفارة، بس صدق ورق. انما لو عندك مشكله، عندك قضيه، عندك مظلمه، عايز اي حاجه خاصه بيك، ولا هيعبروه. مجرد ما تروح يقول لك حل مشكلتك بينا عننا، ما بيعبروش المصريين نهائي. دول شويه كلاب يعني، اللي هم الدبلوماسيه او اللي هم السفارات المصريه بره مصر. كلهم في جميع انحاء العالم نفس الوضع، نفس السيستم القذر، نفس الشخصيات الوسخه، نفس ده السيستم بتاعها. طيب تيجي تبص مثلا في القضيه بقى الاخيره بتاعت رامي فهيم ابن الوزيره، ايه اللي حصل فيه؟ تبص تلاقي القضيه ديت المفروض ان ده واحد قتل اثنين. تبص تلاقي الاعلام ما بيتكلمش عنها، محدش مش بيتكلم عنها بس باستحياء. ده لكن ما بيذكرش تفاصيل عن الراجل رامي دوت، ولا بيذكر حاجه عن حياته، ولا بيقول ان هو ابن وزيره، ولا بيتكلم عن اي حاجه، ولا بيتكلم عن شركه بنس دي خالص. فالموضوع مريب، الموضوع فيه حاجه مش طبيعيه. فده معناه ان السفاره المصريه لا داخله بقوتها وبكل نفوذها علشان تساعد الولد اللي اسمه رامي وتتستر على الجريمه دي على قد ما تقدر. وفعلا نجحوا في انهم يتستروا على الجريمه، محدش يعرف عنها حاجه لمده اكتر من شهر وشهر ونص. تمام؟ طيب ليه السفارة المصرية أولا بتعمل كده؟ طيب أولا ده هل علشان إنه الولا جينيوس والولا ما فيش منه اتنين ومصر هتخسر الجلد والسقط لو البيضة اتسجن ولا اتعدم ولا لا، ولا يلزمها، ولا كلب زي أي واحد مصري، ولا يفرق معاهم في حاجة. طيب النظام المصري ده مالوش غالي. لكن المشكلة إن الولا شغال رئيس تنفيذي لشركة من أكبر الشركات الاستثمار الاموال في امريكا، وده معناه انه عارف اسرار الشركه. طب الشركه اسرارها ايه؟ الشركه دي استثمار اموال في امريكا، ده معناها ان في سياسيين وفي مسؤولين كتير في مصر. ده راحوا جايين مسفرين، راحوا جايين بيستثمروا اموالهم القذره المسروقه، ده اللي هم سارقينها من الشعب المصري وشارقينها من مصر وسفروها على امريكا للشركه دي عشان تستثمرها، يعني نوع من انواع غسيل الاموال. فبالتالي بقى في رقابه كمان، وبقى في تحقيقات في الشركه ديت على نشاطاتها الماليه.
فبالتالي كل نشاطاتها هتتفضح الفترة الجاية، وتصرفاتهم القذرة وغسيل الأموال اللي بيعملوها لشركة بنز دي هتتفضح الفترة الجاية. طيب ده خوف بس السفارة المصرية او الحكومة المصرية على الواد دوت علشان بس ما يفضحهمش ومش اكتر من كده. طيب لان لو حس ان السفارة مش قايمة بدورها والحكومة مش واقفة في ظهره طيب هيفضحهم، فلازم بس يوهموا طيب ان هم لا ده احنا بنساعدك اهو، ده احنا واقفين في صفك اهو، بس انت اللي عملت المشكلة ديت، بس احنا بنعمل على قد ما نقدر. وبالفعل هم بيحاربوا بالمعنى الحرفي للكلمة، بيحاربوا علشان يخرجوا الولد دوت او علشان يدوله برق او علشان يدوله اقل حكم ممكن. ده لاحظهم بقى السيء، الامريكان مش كده، الامريكان مش بسهوله ان حد ياثر عليهم، مش بسهوله يضغط عليهم، ما هماش زي المصريين، ما هماش زي الـ 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 الناس اللي موجودين في مصر، ما هماش قضاه زي اللي موجودين في مصر، ما هم النظام هنا حتى مش النظام كمان، الناس هنا مختلفه عن الناس اللي في الوطن العربي والناس اللي في مصر. بمعنى ايه الناس المختلفه؟ هنا الشعب الامريكي شعب بيحب الرفاهيه ويفسح ويهزر ويضحك وفريندلي جدا وحبوب جدا وكل حاجه، ولكن ناس اشتريت لحد كبير، ناس مستقيمه، ناس مش بسهوله يلفوا ويدور، وبيكرهوا جدا الكذب واللف والدوران. يعني لو كذبت عليهم لفيت ودورت عليهم بتتلائم عليهم انت كده بلاك ليست بالنسبه لهم، هيعملوا لك كروس كده ومش هتعرف تصاحبهم ولا تقرب منهم. فالناس مستقيمه جدا الى طبعا الاغلبيه، انا ما بتكلمش على كل الناس بس انا بتكلم على الاغلبيه او الناس العاديه، الناس اللي طيب ما بال بقى مش بقى الناس العاديه، ما بال بقى الناس الكبار اللي في السلطه اللي مثلا زي الناس القضاء او المحامين العام او الناس المسؤولين عن اللي هم الكونجرس او الناس اللي هم اعضاء الكونجرس يعني الناس المسؤولين في الدوله. بص ليه لا ما يحبوش اللف والدوران والكذب، والكذب هنا من الحاجات الكبيره جدا. يعني لو تفتكروا قضيه كلينتون ومونيكا، لما جه كلينتون اتحاكم كان مش بسبب علاقته مع مونيكا، لا بسبب انه كذب على الشعب الامريكي. فالكذب هنا موضوع كبير مش سهل. وحتى الولد اللي اسمه رامي هياخد عقوبه مشدده، هياخد عقوبه كبيره لسبب لانه كمان كذب، غير ان هو عمل جريمه وجريمه مع سبق الاصرار والتقصد، لا انه كمان كذب على السلطات وهي جايه تحقق معاه وقاعد يلف ويدور عليهم وحاجات زي كده. ودي يعني ده معناه انه بيحاول يضلل العداله. طيب نشوف بقى الحكومه المصريه والسفاره المصريه كانت عملت ايه. جت السفاره المصريه حاولت بكل الطرق انها تطلع الولد ده بكفاله ولو لساعه. طبعا النظام هنا في امريكا والقضاء والناس هنا لما بيحسوا ان قدامهم كذاب بيفهموا هم عايزين ايه، هم عارفين ان النظام المصري ده نظام فاسد وعارفين ان الناس دي ناس فاسده، فبالتالي لو الولد خرج ولو لساعه هيختفي والقضيه هتبوظ، ودي سمعه سيئه. اولا هتكون سمعه سيئه لمصر، بس سمعه سيئه كمان لامريكا. هم ملزهم طبعا الامريكان هنا ملزهمش سمعه مصر، هم مين اللي بيسوق سمعه مصر؟ هم الحكومه المصريه والمسؤولين في مصر والناس الوسخه اللي هم اللي حاكمين البلد، هم اللي بيسوقوا سمعه مصر. ولكن هم الامريكان هنا يهمهم مصلحه بلدهم، يهمهم سمعه بلدهم، ويهمهم كمان تحقيق العداله. فلما شافوا الضغط من الحكومة المصرية ومن السفارة المصرية علشان الولد يخرج او ياخد اقل حكم او يحاولوا يساعدوه باي طريقة كانت، راحوا جايين عاملين الا النظام القضائي، راحوا جايين اللي هم المسؤولين او المحامين العام او المسؤولين عن يعني منظومة العدل بصفة عامة، نقلوا الولد راحوا جايين. المفروض هنا النظام التقاضي هنا في درجة اولى وفي استئناف، راحوا جايين مطلعين على طول الولد بدل ما كان هياخد درجة اولى وبعد ولو اخد عقوبة جديدة ممكن يتم استئنافها ويتم تخفيف الحكم فيما بعد، ولكن هم على طول راحوا جايين نقلينه على طول لمحكمة استئناف، فهياخد هو حكم واحد، حكم نهائي بت في القضية ديت. ده بسبب مين؟ بسبب السفارة المصرية، بسبب شوية البقر اللي موجودين، البهايم اللي موجودين يعني حاولوا يساعدوه بس أضروه، بيحاولوا يساعدوا مش عارف الحكومة المصرية بس بيدور الحكومة المصرية بسبب ايه؟ بسبب غبائهم. طب انتوا عارفين يا جماعة عندنا في مصر الحمير والبهايم تلاقيهم بيحطوا كده ايه بتاع كده جنب عينيهم كده جلدة كده جنب عينيهم، طب عشان عينين البهايم دي ما تروحش يمين ولا شمال وتفضل مركزة في الطريق قدامها، يمشوا في الطريق اشتريت كده قدامهم على طول، طب ما يلفوش ليمين ولا شمال ولا عينيهم تروح ليمين ولا شمال. نفس الوضع دولت الدبلوماسية المصرية، راحت جاي نظام الحكم الحكام في مصر السيسي واعوانه والناس اللي حوالين الناس الفاسدين دولت، راحوا جايين حاطين جلدة كده تمام بتاع حوالين عينين الناس اللي هم المسؤولين
الدبلوماسيين والسفراء والقناصل هنا في امريكا بسبب القضيه. حطوا كده عليهم ما تبصوش لاي حاجه، ما لكمش في اي حاجه، ركزوا بس في الولا. الولا يخرج، الولا ياخد براءه، الولا ياخد حكم مخفف، ركزوا في الولا. طز بقى في اي حاجه تانية، طز بقى في سمعه مصر، طز في سمعه المصريين، طز في سمعتكم انتوا، طز في اي حاجه تانية، ولا يلزمكم اي الكلام ده كله، كله كلام فارغ. لكن ركزوا في ايه؟ في الولا. الولا يطلع مش حبا طبعا في الولا ده، هو زي ما قلت لكم علشان بس الولا هيفضحهم هو او امه، ده هيتفضح، والاسرار اللي هو يعرفها عن المسؤولين وعن الاموال الوسخه اللي طلعت من مصر من المسؤولين اللي سرقوها وراحت لشركه بنز دي عشان يستثمروها عشان نوع من يغسلوا اموالهم، كل ده هيتفضح وكل ده هيطلع للعلن. فبالتالي راحوا جايين بيحاولوا يعملوا كل ما في وسعهم عشان يطلعوا الولا براء. لا بس طبعا مش هيعرفوا ولا حتى هيعرفوا يدوا له حكم مخفف، ده بتصرفاتهم هيدوا له اقصى عقوبه ممكن تتاخد، وغالبا هتكون اعدام او مؤبد يعني مدى الحياه، لان بس ممكن يكون بسبب التصرفات القذره ديت غالبا هياخد اعدام. اتعرفوا لو الولا كان قال الحقيقه، ما كانش كذب على المحققين، ولو السفاره ما اتدخلتش خالص او اتدخلت بطريقه حتى بشياكه اللي هي الطريقه القانونيه العاديه، يجيبوا محامي بتاع مش عارف ايه، يعني اسلوب عادي جدا، وارد جدا كان الولا ممكن ياخد مثلا يرقفه بحاله لاي ظرف كان ويدوا له مؤبد. لكن بسبب التصرفات القذره الغبيه بتاعت السفاره المصريه وبتاعت المسؤولين في مصر والضغط على الحكومه الامريكيه، ومش الحكومه، الضغط على النظام القضائي الامريكي والمسؤولين عن منظومه العدل في امريكا، فبالتالي هياخد اقصى عقوبه. شوفوا بقى الفرق يا جماعه ما بين المقارنه بقى، تيجي تقارنه ما بين اولا تصرف السفاره المصريه مع الولا ده وتصرف السفاره المصريه مع اي واحد مصري بره مصر. ما بيعبروه، ده لو طالوا يقتلوا المصريين اللي بره مصر مش هيتاخروا. ما فيش واحد، اتحدى ان في واحد مصري السفاره المصريه ساعدته، مستحيل. تعرف انا لما كنت في مصر كان في مره، انا كنت في بدايه حياتي مثلا، انا كنت مثلا كان سنه 2000 تقريبا، رحت اخدت كام كورس كده انجلش في الجامعه الامريكيه، فكانت في واحده امريكيه جت تدرس لنا، فانا جيت سالتها انت عرفتي المكان ده ازاي او اشتغلتي هنا ازاي؟ يعني انا توقعت مثلا ايه، الجامعه الامريكيه عملت اعلان على الويب سايت وهي في امريكا، راحت جايه عملت ابلكيشن وبعدين جابوها وسافرت من امريكا لمصر قالت لا الكلام ده لا مش كده، ده هي كانت ما اعرفش بتعمل دكتوراه هنا في امريكا في جامعه في امريكا، وعن ثقافه الناس وعن تصرفات حاجات كده مش متذكر كانت عن ايه بالظبط تفاصيل الدكتوراه بتاعتها، وقالت تنزل منطقه الوطن العربي كده تاخد جوله وتعرف الناس تصرفاتهم الكالتشر بتاعتهم والسلوكيات وحاجات زي كده. فنزلت مصر قعدت كام شهر في مصر، لما نزلت مصر راحت جايه راح السفاره الامريكيه في مصر وطلبت انهم يجيبوا لها شغل، جابوا لها شغل وجابوا لها سكن وظبطوا لها الدنيا كلها. تخيلوا بقى، هل في واحد مصري في اي مكان في الدنيا لو راح السفاره المصريه قال لهم والله انا عايز اشوف شغل، هل هيساعدوه ولا هيعبروه؟ طز فيك، تشتغل ما تشتغلش، تموت من الجوع، ما تولع بجازوتك. انت مين انت؟ انت واحد مصري جربوع. يعني ده انتوا فاكرين حتى القضيه، مش القضيه، الموضوع بتاع بطل العالم الشرباجي محمد الشرباجي، لما جم قعدوا يذلوه يقولوا والله انت لما كنت مسافر البلد الفلانيه وباسبورك ضاع ورحت السفاره طلعنا لك باسبور، يا خبر ابيض على الجميله، يا نهار اسود على الجميله. انتوا شفتوا يا جماعه السفاره المصريه بتتعامل مع المصريين ازاي؟ يعني بيتعاملوا مع المصريين كانهم ما لهمش حقوق نهائي، وده بطل عالم وباسبوره ضاع وعملنا لك جميله وطلعنا لك الباسبور، يعني المفروض تبوس ايدك وش وده. طب ادي السفاره المصريه من اوسخ السفارات اللي موجوده في الدنيا، وهي حتى لما حاولت تتدخل وتنفع او تفيد واحد مصري اضرته بغبائهم. يعني شويه بقر، يعني حتى لهم عارفين لا يتصرفوا ولا بيعرفوا يفكروا ولا بيعرفوا يعملوا اي لن الله. تمام، ادي ما اعرفش يعني كل مره هقول ان شاء الله النظام الوسخ ده بكل فسادهم بكل الشخصيات القذره بتاعتهم هيغوروا في 60 داهيه ان شاء الله. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم وافدناكم باي حاجه، وان شاء الله اول ما الحكم يطلع الناس كلها هتعرف. يعني على فكره انا لغيت تذكره طيراني، انا كنت ناوي احضر الحكم، ناوي احضر المحاكمه بتاعته بس لغيت التذكره. طيب نشوفكم في فيديو تاني بقى ان شاء الله.